نروح بقى للطقس، وبعد اسبوع مشمس وتصورنا انه خلاص الشتاء خلص وخلاص هندخل فيه ونطلع بقى الهدوم الشتوي وننزل الهدوم الصيفي، الشتاء قرر ان هو يفاجئنا مره تانية بزعابيبه. وامبارح درجات الحراره بدات في الانخفاض، شفنا النهارده الامطار، وامبارح كمان رجعت في اغلب محافظات الجمهوريه زي القاهره واسكندريه وكفر الشيخ. هنعمل ايه الفتره اللي جايه؟ ايه اللي بيحصل؟ خلونا نفهم اكتر من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دكتور منار، اهلا بحضرتك. أهلا بيكي أستاذة سارة، وأهلا بكل السادة المشاهدين. محتاجين نفهم حالة الطقس. إحنا طبعا يمكن من أمس وإحنا بنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واللي كنا نوهنا عنها في نشراتنا إن اعتبارا من يوم الأربع حتى يوم الجمعة في من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. ذروة حالة عدم الاستقرار كانت في اليوم، لأن إحنا اليوم شهدنا سقوط أمطار في مختلف محافظات الجمهورية، وكانت امطار طبعا متفاوته الشده ما بين الغزيره والرعديه على السواحل الشماليه او متوسطه، تغزر احيانا في المحافظات الداخليه. انخفاض في قيم درجات الحراره فتره النهار، وكمان متوقع يكون فترات الليل، وكان في بعض نشاط الرياح حسسنا اكثر بالبروده، وده بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وايضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط. يمكن حتى الان في تساقط امطار في محافظات الجمهوريه العده من السواحل الشماليه حتى الوجه البحري، مناطق من القاهره الكبرى، مناطق من شمال الصعيد، واللي متوقع استمرار التقلبات الجويه غدا الجمعه ان شاء الله، يعني بكره كمان لسه مكمل معانا الامطار في معظم المحافظات، لكن كميات امطار بكره هتكون اقل من النهارده، يعني بكره ان شاء الله امطار ما بين المتوسطه الى الغزيره والرعديه احيانا على السواحل الشماليه اللي هي المحافظات اللي بتطل على البحر المتوسط، خفيفه قد تكون متوسطه في المحافظات الداخليه اللي منهم طبعا القاهره الكبرى وشمال الصعيد، جنوب الوجه البحري، مدن القناه، بعض المناطق من سيناء، عشان يبدا التحسن في الاحوال الجويه ان شاء الله من يوم السبت. كميات الامطار تقل، سرعات الرياح تهدأ يعني بشكل احنا كبير. لحد يوم السبت عندنا مطر وعندنا امطار. احنا يوم السبت معانا امطار، لكن امطار كمياتها قليله، فاحنا الجمعه لسه مكملين في عدم الاستقرار، هنلاقي كميات الامطار مش قليله بالنسبه للمحافظات الساحليه. مع السبت يحصل تحسن في الاحوال الجويه، امطار تبقى خفيفه متوسطه اللي هي الامطار المعتاده في فصل الشتاء، خاصه بس ناكد ان احنا ما زلنا في فصل الشتاء وذروه فصل الشتاء فده شهر طبيعي، فبراير. اه ده طبيعي جدا ان احنا نشوف يعني عدم الاسبوع اللي الاستقرار فات هو اللي ما متطورات. كانش عادي. بالظبط، ارتفاع قيم درجات الحراره هي اللي ما كانتش طبيعيه، كانت درجات الحراره اعلى من المعدلات ده حوالي 4 لـ5 درجات، فده ما كانش طبيعي ان احنا نشوف ارتفاعات مستمره في قيم درجات الحراره. الطبيعي ان قيم درجات الحراره في القاهره الكبرى تكون ما بين 19 ل 20 درجه مئويه، فلو درجات الحراره كانت ازيد من ال 20 ده ما يكونش الطبيعي، ده مش المعدل الطبيعي، لان فبراير يعتبر ايضا ذروه فصل الشتاء. أنا بشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ده الجو الطبيعي، مش الأسبوع اللي فات المشمس اللي كان هواء خريفي ومعتدل، ده ما كانش هو ده الطبيعي، فنخلي بالنا وما نخففش هدومنا، ويعني ربنا يسلم كل طريق لكل مصري ماشي عليه.